السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نوريكم على حرب انه هجمنا فيها من اولية الحرب. جبنا سوال وين نجمة وبالاخر ما هجموا ولا هجمة واستسلموا فورا. اول واحد بنمسح فيهم انه رقم 3 من القيصر، صديقنا هجم على رقم 1 كان تاون 10 بس منو ماكس اصلا. كمان نزل ابراج النار بس مستوى 1 وما عنده شيء الا هيك الاقواس مستوى 2، يعني دفاع تاون 9 ماكس بس تاون 10 هسه جديد. يعني نزل عليه لافا ومناطيد وعندهم الدعم بحطوه 3 تنين صغير مستوى 5 الماكس، يعني بس انه شغلته انه اذا حطيتوه مع شي جوي التنين الصغير طبعا ما يتفعل فعاليته، فلازم تحطوا تنين واحد مشان يتفعل يغضب. فهذا قتل وحطهم بسام وعم بحط لهم كم اشر مستوى 6، لوحدهم راحوا ماتوا. سام مستوى 5، سام ماكس عنده اياه مدعوم بالدعم. انا طبعا رح يدخل المناطيد، دخلها من هون هيك على جهة الزاوية، بيجي حوالي الزاوية بحط لك الامر اللي عنده امر مثلا بهجمة الهاي بحطه على المناطيد، لا تحطه مثلا على الملكان على الملك او على الدبان، حطه على المناطيد مشان يروح معهم. طبعا من عملية الدخلة حاطط لهم غضب، عم بحط لهم كل ما يوصلوا عند دفاع جوي طبعا عم بحط لهم غضب، وبالنص يعني محل الضرب القوي بحط لهم غضب عند الملكة كمان. طبعا بس تخلص الهجمة وتحط الدبان كلياته والملك والملكة، يعني الملك احيانا بتستعمل، احيانا ما الواحد ما بياخد اشر معه مثل تاون 9 ما بياخد اشر احيانا، اذا بدك ما تاخد اشر مشان تزود المناطيد ما ينقصوا كتير، فبتحط بدالهم الملكة لتقتل الدعم السم والملكة بدل السم والاشر. هذا طبعا تاون 11 هو تشوكر، هذا لهيك عنده مساحة 240، اما تاون 9 مساحته من 220 طبعا يعني فاقل، فطبعا انه ما بياخد اشر، بياخد الملكة بيقتل فيها الدعم. طبعا هل كان تاون 10 يعني منه تاون 11 يعني حتى الهجم عليه، هداك تاون 11 يعني بس انه تشوكر قرية تشوكر مرقي فيها اللافا والمناطيد على الماك. هذا رقم 2 هجم من عند رقم 1 هو تاون 11، تاون 11 تقريبا يعني ماكس جديد لسه منه منزل برج مدفعية النسر لسه ما نزلها يعني، وعنده برجين نار بس ما انه منزل دفاعات الا جديدة، بس ما انه منزل القوس الجديد لسه عم بينزل اشياء اشياء، عنده الباولر ماكس وكل شي ماكس. طبعا هي هجوم الساحرة والباولر، فيها ساحرة وباولر وفيها جولم كمان بيهجم فيها دائما هو، اذا بتكون تبدلوا فيه هجمات كتيرة غيرها بينمسح فيها تاونات 10 و11. طبعا التاون 11 بس ما انه ماكس، تاون 10 ماكس، هذا تاون 11 جديد، هذا طبعا نازل شي بالتاون 11 جديد فلهيك طالع رقم 2. الحرب كمان الحرب سهلة ما انا كتير صعبة، يعني ما جت صعبة فورا، الخصم استسلم من اولية الحرب، يعني من اول ما بديت الحرب راح تستسلم. طبعا هو راح مسحه طبعا، مسحه 100%. استعمل باولر 1 8 ساحرة 18 باولر 3 مدمرين جدران و2 غضب 3 غضب و2 قفز و1 سم، وبالدعم اخذ جولم وشفاء. طبعا هي بتمسح تاون 10 ماكس، احيانا بتمسح تاون 11 جديد، بتمسح تاون 11 ماكس احيانا بس لما بيتحدث كل شي فيها. هاي نفسه هاجم نفس الهجمة، هاجمها على رقم 3 كمان هو تاون 10 ماكس يعني،
أسرعها شوي لأني عملناها من قبل مرة تانية. هاي بيطلع طبعا الدعم، لما بيطلع الدعم عنده بيحط له سم، السم بيستعمله لما بيكون بيطلع له بس الدعم، لما بيطلع الدعم بيحط له السم عشان الملكة تقتله فورا ويموت. أحيانا الدعم كمان لما بيطلع بيروح إذا كان الباولة مجتمع أتشالك المنطاد ضربهم هيك ضربة وأتشال التنين ضربهم، بيموتوا الباولر كلهم، فبتروح الهجمة بتخسر فيها. فالأفضل تاخد معك سم مشان تحط لهم إياه مشان يضعفوا، والملكة بتقتله. طبعا كلياته مسح 100% الهجمات، يعني هجمات باولر هاي كلياتها وهجمات لافا. هاي نفس الشي هاجم رقم 9 رقم 3 هاجم لك، هون رقم 3 كمان هذا نفس الشي، جوكر تاون 11 جوكر هاي القرية هاجم لك نفس الشي اللافا والمناطيد. اول شي عم بحط لك 3 مناطيد ليطالع الدعم، بعدين بياخدهم على جنب هيك لمحل بحط الاشر والسم عليهم ليفل 5. بعدين بنزل لك المناطيل واللافا، بحط لك غضب، طبعا بعدين بحط هيك كل شي مسحه مسح هو كمان. استعمل 30 منطاد، 10 اشر، 2 لافا و10 دبان وخمسة 4 غضب، 2 سم، استعمل 1 بالدعم اظن، استعمل 1 بالسم من عنده وسم بالدعم سم وتسريع بالدعم عنده اياهن، اخذ 5 غضب هو واخذ سم معه، والتسريع والسم اخذهم بالدعم على اوفر الدعم كمان. هلا كمان يعني بتجي اجت اخبار انه في عن اللعبة تحديث رح ينزل، لانه الحرب رح تكون من 5 ضد 5 بتصير، ما هو الحرب من 10، يعني هلا ادناها اكتر شي 10، صارت هلا من جديد انه تنزل واحد من 5 بس، 5 ضد 5 نفس الحرب الودية 5 ضد 5 يعني صارت هلأ. هذا طبعا الرقم هلأ 9 اللي عم بيهجم عليه تاون 11 هذا، بس جوكر كمان عم يهجم عليه 80 ماكس عنده. طبعا نفس ما بنعرف انه اول شي التنانين لازم تشيل من الزوايا هيك كتير مشان حتى يدخلوا التنانين لجوا، ما يدخلوا على الجوانب نفس ما بتعرفوا، أحيانا بتدخل على الجوانب فبتخسر بالهجمة كلياتها. طبعا مسحه 100% طبعا، يعني روحوا كلياته بالتنانين. 11 تنين عنده، واحد منطاد، وعنده رعد 2، 4 رعد، وعنده 1 بالدعم من الغضب، واخد غضب وتسريع من عنده. طبعا هاشمين كمان كلياته مسح طبعا من رقم 5، من رقم 8، من رقم 9 هي نفسه هي جوكر القرية، 13 2، هي 10، هي من 15، من 15. طبعا الحرب نفس ما صارت انه هن ما هاجموا ولا هجمة، طبعا لما نحن مسحناهم من اولية الحرب استعملنا 25 هجمة من 30. وهي هي الحرب كلها، وان شاء الله استمتعتوا معنا بالفيديو، وان شاء الله لا تنسوا الاشتراك واللايك ان شاء الله، والتعليقات اكتبوا لي اذا بدكم اي شيء ينزل، وان شاء الله مع السلامة، نشوفكم بالفيديو اللي بعده، باي باي.